ما لقيتش حتى لي يديني نزور قبرها. ايه كريتي لا كريم ليه صحتك عليك ما تاتاتات. حين تراهم للوهلة الأولى تحس أنهم تائهون. ليسوا تائهين في حدود المكان بل في حدود الزمان. تنقلنا إلى دار المسنين بدال إبراهيم بالجزائر العاصمة. أردنا اليوم وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين أن نفتح الباب لنطل على هذه الفئة من النساء. فئة نسيها وهمشها الكثيرون، فئة ما إن تصل أعتاب 60 حتى يلغيها المجتمع من حساباته ويعتبرها عبئاً عليه، في حين أنها تمثل كنزاً اجتماعياً لا يقدر بثمن. مركز تاعنا يستقبل نساء من كل يعني طبقات المجتمع، نساء اللي هن في حاجة يعني لعناية. بعد تشوفوا باللي الحالات اللي يتكفل بهم المركز هم حالات يعني مختلفة. عندنا ما نسميهم بالنساء يعني بدون أمراض يعني صحيحات يعني مش مرض، وعندنا نساء عندنا معاقين جسديا، وعندنا إعاقات واحدة أخرى ذهنية، وعندنا تأخر المرض العقلي. دونك هادو هما الحالات اللي يعني الحالات الصعبة اللي العائلات تاعنا الجزائريات ما يقدروش يتكفلوا بهم. هي أيادي كانت ناعمة منذ زمن ليس ببعيد، لكنها أصبحت هكذا لأنها كانت ترعى أقرب الناس إليها. كل واحدة من هذه التجاعيد تحكي حكاية معاناة وحكاية تضحية. شكون جابك لهنا خالتي فاطمة؟ قلت لك بنتي جابني السيد حمان، بالمناسبة نسلم عليه بزاف. اخويا حوزني من الدار ويدير فيا المنكر بزاف، محرش عليا مرتو. صافي نسى خوتي زوج ضروني يحبوا يقتلوني نورمال. وقولي لي وراهم درك اولادك؟ وراهم اولادك؟ اولادي وراهم الله، غير ما نقدرش نقول لك. اللي كانت تجيني هنا للجنان تبكي تبكي بنتك الله يرحمها. يا ماما قالت لي قريب قريب نطم الدراهم نشري دار ونديك فلا. بالقنطة ماتت، تعتبت تشردت، وبصح كي دخلها المرض ما حبش يخرج. ربي قتلها يا فلا بنتي الله يرحمك. يديني نزور قبرها. واش كليتي؟ كليتي لا كريم؟ ايه كليتي لا كريم؟ ايه صحتك يعني بزاف. قد ماش قد ماش؟ لا هاكي قد هكا؟ لا ربي ربي ولا ربي ولا. حكاية كل واحدة تختلف عن الأخرى، فخالتي سمية تركها إخوتها الأطباء في هذا المركز، أما خالتي جميلة التي تعتبر جديدة هنا فرفضت الحديث معنا وقالت لا أريد أن أفضح أولادي، وذلك هو قلب الأم. في حالات كثيرة يتم الاستغناء عن فرد من العائلة بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية وعدم قدرة الأسرة على رعايته.
يا بتلوت ما مديرة عزيزة. ومع هذه الابتسامة التي تملأ وجهها نوراً بقي حلمها أن ترى أمها، فهي وبكل بساطة وسذاجة تقول: لقد اشتقت إلى أمي وإخوتي. بخير، لاباس لاباس لاباس. قولي لي عزيزة، شكون جابك لهنا؟ بابا. باباك؟ إيه. ويماك وراهي؟ زوجت. تزوجت؟ إيه. شحال عندك ما شفتيهمش؟ عندي بزاف. شحال؟ عندي بزاف. وعندك خواتاتك؟ عندي خواتاتي. إيه؟ وين يسكنوا؟ وقت بتصحى ولا وقت تتزوجوا؟ وجاو ليك ولا ما جاوش؟ ما داوش. ما جاوش كامل؟ إيه. توحشتيهم؟ إيه. أنت حابة تشوفيهم؟ إيه. وش تقولي لأمك عزيزة؟ ها؟ وش تقولي؟ قولها ليا. ها؟ قولها ليا. كيفاش؟ قولها ليا يما. روحي ليا. الحناية والحنا جبناها احنا، والحنا جبناها احنا، يربطها سيدي وخيي بالصحة عليك والهنا. هكذا يمضي هؤلاء مناسبة من أقدس المناسبات لدى الأمة الإسلامية جمعاء ولدى الشعب الجزائري بالخصوص، ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لا ينقصهم سوى حاجتهم إلى وجودهم وسط عائلاتهم ووسط الدفء العائلي. نتمنى من كل شخص لديه أبوين، نتمنى من كل شخص أن لا يحرم هؤلاء الناس المقربون منه من هذا الدفء العائلي. مشاهدينا الكرام، صحة مولودكم وكل عام وانتم بخير، وينجاز علينا إن شاء الله بالخير والصحة ولهنا.